بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. الجماعة بتوع الأسمدة دول تعبنا معاهم وعملين لنا مشاكل كتير، عاملين لنا بوتاسيوم ناعم وعاملين لنا بوتاسيوم جرانيولر أو محبب، تمام، وعاملين لنا ده الدست اللي هو الناعم ده. هو إيه الفرق بينهم؟ هما في الاتنين مفيش أي فرق بينهم، ولكن في بعض المميزات هنقول عليها عشان تبقى عارف ومدرك أنت بتعمل إيه. بالنسبة للاتنين دول سلفات بوتاسيوم، وصلفة يعني كبريت بالانجليزي، فلما نقول سلفات بوتاسيوم يعني كبريتات بوتاسيوم. كبريتات البوتاسيوم دي هي 0050، والكبريتات البوتاسيوم الناعمة دي برضو هي 0050، تمام. أمال إيه الفرق بينهم؟ هما والله نظرا لأن العلم بيتقدم، فمن 15 سنة ما كانش فيه القصة دهية. طيب أمال هما عملوها ليه؟ عملوا القصة دي أولا لسببين. أول السبب ان انا لما باجي على ارض زي دهيت او بيت زي دهون ومجهزه اهوت، قبل ما جهزته قمت بادر الـ 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 البوتاسيوم بتاعي المحبب كده، ففي حبيبات يا جماعه، حبيبات دي صلبه، تمام، ومتكونه حبيبات اهي، فبتقعد فتره كبيره في التربه، تقعد تدي النبات فتره كبيره، تمام. اما انا لو جبت شويه ناعم زي ده وحطيته في التربه، ده هيقعد فترة قليلة وهيتحلل، هيحصل له تحلل، تمام. إذن فأول ميزة فيه إن ده هو بيسموه سلول ريليز أو بطيء التحلل، وده فاست ريليز أو سريع التحلل، تمام. دي من حيث القصة اللي هم عاملينها دي، تمام. زي ما حضرتك بتشرب لك كوباية شاي، دخلت تعمل كوباية شاي وعندك سكر ناعم وعندك سكر خشن، تمام. افترضنا مثلا مصري، والمصريين طبعا ما شاء الله ممكن الواحد يشرب له 20 كوباية شاي في اليوم، ولو عمل خناقة مع المدام ممكن يكملهم للايه للتلاتين، وفي الاخر هتوصل لكل واحد يروح يشوف مصالحه يعني. ده واقع على فكرة. فلو عندك انت بتعمل كوباية شاي وحطيت سكر ناعم، تمام، مجرد ما بتضرب المعلقة مرتين بتبص تلاقي خلاص الكوباية ما عادش فيها اي حاجة خلاص. طب حطيت سكر خشن، بتقعد بنفس الكمية في نفس كمية المية، يعني في نفس قدر المية بنفس كمية السكر، هتلاقي السكر الخشن ممكن تشرب نص الكوباية وما زال في رواسب في تحت في الكوباية، تمام. ده الـ 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 القصة دي، تمام. غير كده يعني ده بنستخدمه امتى؟ ده في التجهيز بتاع التربة زي ما قلت، عشان نقعد فترة كبيرة يدي النبات فترة كبيرة، وان هو بطيء التحلل. اما ده مجرد ما تحطه وينزل عليه شوية مية هيبدأ يدوب بسرعة، وممكن كمان يعني الابحاث بتقول ان احنا نفقد جزء كبير منه مع مية الصرف لو انا اصرفت في الري بتاع النبات، تمام. ده لما بنيجي يا جماعة كمان ميزة، ده لما نيجي نبدره في الأرض لا يمكن يحصل تجانس، يعني لا يمكن تحصل تجانس. ليه؟ هيطير مني، هيطير مني، تمام. أما ده لو جيت أبدره في الأرض هتبص تلاقي البدار بتاعه في تجانس وما فيش أي مشكلة خالص، هتلاقي كل الأرض واخدة زي بعضها، تمام. ده يا جماعة لما بنشتغل على الـ الـ المساحات الواسعة، ماشي، المساحات الواسعة في أجهزة البيفوت مثلا، فده بيستخدم في البدارات اللي هي الميكانيكية اللي بيعلقها الجرار ويبدرها، تمام، وبيدي مساحات ويغطي مساحات كويسة جدا، ويبقى في تجانس في عملية النثر أو البدار. ده صعب القصة دي تحصل. قصة دهون البوتاسيوم الصلفات دهوت أو بوتاسيوم صلفيت دهون مع الخشن مع البوتاسيوم الصلفيت الناعم، هي نفس قصة الكبريت الزهرة، زهرة الكبريت اللي هي الناعمة واللي هي المحببة. هم عملوا الناعمة دي تستخدمها على النبات من فوق، وعملوا المحببة علشان يبدروها في الأرض. لاحظ ان دهوت بيتحط في أثناء أو قبل فترة التجهيز، ده بيتحط والنبات شغال أو أثناء موسم النمو. في ناس بتحط ده بس ده هو تحطه مش صح، الافضل ان انا احط دهون، وهما الاثنين نفس النسبه السماديه فيهم ونفس التركيز واحد ونفس عنصر البوتاسيوم في الاثنين متساوي. الفرق زي ما قلت لحضرتك بين الناعم وبين اللي هو الخشن دهون. يا ريت نكون عرفنا الفرق بين البوتاسيوم الناعم
ماشي، والبوتاسيوم الخشن اللي هو في صورة الصلفة. وبتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم من القصة دهيا. بس في كلمة كده، لو انا عايز ازود الكفاءة بتاعت البوتاسيوم ده هو بنضيف معاه حمض نتريك، في هقول لك بعد كده الفرق بين البوتاسيوم الصلفيت والبوتاسيوم النترات وسترات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم ان شاء الله في المرة الجاية. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.